بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي زينب لبنت حمزة، فالآن سأقدم لكم عن يوم الاستقلال. يعد شهر أغسطس مرادفا جدا للاحتفال بيوم الوطني، وقد احتفل الماليزيون هذا العام بمرور 66 عاما على الاستقلال، ويأتي هذا الاحتفال تعبيرا عن امتناننا وسعادتنا وفرحتنا بالاستقلال الذي تتمتع به البلاد منذ عام 1957. ومن الأحاديث التي علمها دلالة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستقلال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رواه ابن ماجه. إن حب الوطن وإخلاص له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديثه عن مكة قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وحديثه عن المدينة المنورة قال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب علينا مدينة كحبنا المكة أو أشد. وبالإضافة إلى ذلك، فيها أيضا وسيلة لتقدير جهود المناضل السابقين من أجل الحرية مثل مأكلا وهنطوة ورنتب وغيرهم ممن حاول تحرير البلاد من الاستعمار. وفي 31 أغسطس من كل عام تقيم الحكومة الماليزية عرضا عسكريا بالتزامن مع عيد الاستقلال، ويرافق هذا العرض قوة الدفاع الوطني من شرطة والجنود ورجال الإطفاء وغيرهم الكثير. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا مشاركة من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمدارس والبنوك والشركة المسؤولة عن تطوير ماليزيا، وذلك تقديرا لخدمتهم في ضمان استقرار البلاد خدميا واقتصاديا. وأخيرا، أريد أن أدعو جميع الماليزيين إلى تقدير المعنى الحقيقي للاستقلال بشكل مشترك والتعبير عن الروح الوطنية، خاصة طوال شهر الاستقلال هذا. هذا فقط مني، شكرا على حسن استماعكم.